الوطنية للصحافة المغربية الذي يمتد من الفترة ديال مارس 2023 إلى مارس 2024 يتسم بخلاصة مركزية هو استمرارنا داخل دائرة الانتقالية. عناوينها هو أننا لم نتخلص من تبعات الوضعية التي خلقتها جائحة كوفيد 19 بالنسبة للصحافة المكتوبة والإلكترونية، لم نتخلص بعد من هاجس تحويل الشركة القنوات الثلاث العمومية إلى شركة قابضة، لم نتخلص من التخوفات التي تطرح في مجال الإذاعات الخاصة، لم نتخلص من الفوضى التي يعرفها قطاع الفريلانس. وبالتالي التقرير ركز في البداية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرها الواضح هو استمرار القلق داخل أوساط المهنيين وضعف الأجور ومحاولة التسريح الغير القانونية ومحاولة التضييق على العمل النقابي داخل عدد من المقاولات. لكن في ذات الوقت نطمئن إلى أن عديد من المقاولات قامت بجهد كبير من أجل إبقاء السلم الاجتماعي عنوان لهذه المرحلة. نأمل على مستوى الاجتماعي والاقتصادي أن تتطور الأمور في المرحلة القادمة، ولهذا نعتبر بأن العنوان الذي نبحث عنه في السنة القادمة هو الانتقال إلى مرحلة يسود فيها الهدوء ونوع من الأمن الوظيفي بالنسبة للصحفية والصحفية. على مستوى الأخلاقية المهنة لاحظنا بأن هذه السنة استمر نفس الوضع المرتبط بخلق أخلاقية المهنة، وبالرغم من المجهودات التي قامت بها النقابة الوطنية للصحافة وقام بها المجلس الوطني للصحافة فيما يتعلق بالتنبيه فيما يتعلق بالتأديب، إلا أن هناك استمرار لضرب هذه الأخلاقيات. ولهذا نأمل أن تكون المقاولات والمؤسسات على موعد مع التاريخ، لأنها هي المسؤولة على الحفاظ على أخلاقية المهنة ودورها يعتبر رئيسيا. كذلك نعتبر بأن القواعد القانونية ستكون كذلك مفيدة في ذلك. على مستوى الحريات لم نسجل ما بين 2023 و2024 أي دعوة ضد الصحفيين، ولم تنتصب النيابة العامة كطرف مدني في أي قضية. لكن في المقابل لاحظنا أن هناك نوع من تهديد الصحفيين من طرف جهات حكومية وكذلك جهات منتخبة التي قادت الصحفيين إلى القضاء، ونتمنى أن يزول هذا النوع من التوتر من خلال نوع من الإنصات للمهنيين، لأنهم في نهاية المطاف يعملون بحسن نية من الناحية المدنية. لكن في ذات الوقت نقول على أن القوانين يجب أن تكون واضحة لكي يفهم المغاربة من هم المهنيين ومن هم غير المهنيين. إذن على العموم التقرير يتضمن تقريبا 7 خلاصات و12 توصية ستطلعون عليها في التفاصيل.